المؤمن له عبودية لله في السراء وعبودية لله في الضراء. لكن بعض الناس يعبد الله على السراء بس، ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف العافية، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. في حال الضراء تصبر، وفي حال السراء تشكر. يقول صلى الله عليه وسلم: عجيب أمر هذا المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. غير المؤمن لا، إن أصابته سراء بطر وتكبر، وإن أصابته ضراء ضجر وسخط. أما المؤمن لا، وأعلم أن الله لا يقضي إلا بالخير، قضاء الله كل خير.